معنا من تل أبيب كبير مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي مارك ريجيف. مساء الخير سيد مارك ريجيف. في انتظار وصول بايدن غدا إلى إسرائيل واجتماعه فيما بعد في عمان مع رئيسي مصر وفلسطين بالإضافة إلى العاهل الأردني، ماذا تتوقعون أن ينتج عن ذلك؟ حسنا، إن زيارة الرئيس بايدن إلى إسرائيل لإظهار الدعم والتعاطف مع إسرائيل، ومنذ اندلاع هذه المجزرة في 7 أكتوبر فكان ذلك موقف الإدارة الأمريكية في دعمها الدائم لإسرائيل، وأن الأمريكان قد أوضحوا مرارا وتكرارا الدعم المعنوي لإسرائيل ورفضهم لهذا المجزرة التي ارتكبها، وأن حماس أشبه بتنظيم الدولة وقد تمكنوا من هزيمة تنظيم الدولة وسيتمكنون من هزيمة حماس، وأنهم يظهرون الدعم الدبلوماسي وقد قاموا بإرسال حاملة الطائرات إلى شرق المتوسط لردع أي دولة أو أي طرف آخر من الانخراط في هذه المعركة، ثم إعادة تزويد إسرائيل بكل الأسلحة والذخائر للتأكد من أن لديهم ما يحتاجونه للقيام بما يجب أن يقوموا به من هزيمة حماس وردع أي تهديد آخر. وبالتالي فنحن نقوم بالاستعداد لزيارة الرئيس بايدن ونتطلع إلى زيارته غدا ومزيد من المحادثات. ولكن ألا تبدو سيد ريجيف إسرائيل كمن يستغل ما جرى من قبل حماس لربما الإجهاز على القضية الفلسطينية أو حل الدولتين وتفريغ غزة من سكانها؟ لا أعتقد ذلك على الإطلاق. نحن نريد السلام، ويجب أن يتم أن يفهم كل جهة مشتركة في هذا الصراع أن حماس هي العدو وليست العدو لإسرائيل، ولكن لكل الشعب الفلسطيني، كما كان الحال بالنسبة لتنظيم الدولة، كانوا أعداء للعراق وهم أعداء كل شخص يسعى للسلام. كانت هناك نظرية تقول أن حماس هي من تسيطر على قطاع غزة لمدة 16 عاما، وأن حماس هي من تحكم حوالي 2.5 مليون شخص في هذا القطاع، وقد أجبرتهم على أن يكونوا واقعيين. ولكن قد شاهدنا في يوم السبت الماضي 7 أكتوبر أن نوع العنف الذي ارتكبته حماس ضد النساء والأطفال والأبرياء وتشويه الجثث والاغتصاب وما إلى ذلك وقتل الأشخاص بدم بارد، وبالتالي مثل هذا النوع من العنف قد تم وصفه ليس فقط من قبل إسرائيل ولكن من الأمريكيين والأوروبيين كأنها أفعال والعنف الذي كانت ترتكبه تنظيم الدولة، وهذه ليست ما تمثله حماس. إن حماس لا تمثل العرب ولا تمثل الشعب الفلسطيني، إنها مجرد منظمة إرهابية. ماذا عن 2800 قتيل من الفلسطينيين في الأيام 11 الماضية؟ ماذا عن 12,000 جريح من الفلسطينيين؟ أم أن القانون الدولي فقط ينحاز حين يتعلق الأمر بقتل إسرائيليين؟ بادئ أود أن أوضح أن نكون حريصين بالأعداد التي تعلنها غزة. إن حماس هي من تتحكم في المعلومات القادمة من غزة، وليس لدينا تأكيد من هذه الأرقام. ووفقا لحماس نحن نقتل فقط الأطفال والنساء، وهذا ليس صحيح. نحن نستهدف الأعضاء حماس والبنية التحتية العسكرية لحماس ونقتل، وقد تمكنا من قتل وسنقوم بقتل كل من ينتمي إلى حماس، وبالتالي سنواصل هزيمتهم وتكثيف الأعمال العسكرية. هذه مجرد البداية. أما بالنسبة لشعب غزة فنحن لا نستهدف المدنيين من أهل غزة، ولكننا قد طلبناهم مرارا وتكرارا بمغادرة منطقة الصراع لسلامتهم. إن حماس من تأمرهم أن يظلوا في أماكنهم حتى تستخدمهم كدروع
بشرية. نحن نطالبهم أن يحافظوا على سلامتهم، ولكن حماس لا تطالبه، لا تمنعهم من المغادرة. هذا أمر يجب علينا أن نوضحه، وأن إن الجميع يرون أن إسرائيل هي عدو أهل غزة، ولكن هذا ليس صحيحا. نحن نطالبهم بمغادرة منطقة الصراع حفاظا على أرواحهم، أما حماس هي من تأمرهم بالبقاء. طيب سيد رجب، هناك انتقادات داخل إسرائيل من المعارضة، من يائر لابيد، أيضا حتى من إيهود باراك رئيس الوزراء الأسبق، وهذا رد على ما قلته في بشأن حماس. إيهود باراك صرح بأنه لا يمكن محو حماس لأنها موجودة في عقول وقلوب الناس. هو يشكك في القضاء على حركة حماس بشكل كامل. حين ترون هذه الانتقادات من داخل إسرائيل، كيف تردون عليها؟ هل لديكم فعلا خطة للقضاء على حركة حماس سياسيا وعسكريا؟ أدعو من الجميع أن ينظروا إلى مثال الذي الواضح أمامنا. لقد تم هزيمة تنظيم الدعوة، وقد تمكننا من هزيمتها ليس فقط سياسيا وعسكريا، ولكن أيضا من ناحية الأيديولوجية. لقد كانوا يرتكبون أعمالا وحشية في كثير من الدول، حتى الدول العربية. تمت هزيمة تنظيم الدولة وداعش، وكان في سوريا وفي العراق، وتم إنهاء وجودهم تماما هناك، وهذا ما نعتزم القيام به. سنقوم بإنهاء حماس، لأن حقيقة أن غزة قد تحولت إلى منطقة تحتوي على الإرهابيين. يجب أن ننهي هذه الظاهرة. هل تعتقدين أن شعب غزة يريدون هذا الصراع؟ هل يريدون الخراط في هذا العنف؟ من الواضح أن حماس قد هي من بدأت هذه الهجمات وهذه الحرب، ويجب أن يتوقعوا أننا سنقوم بنفس رد الفعل. أما شعب، ولكن سيد رجب اسمح لي بالمقاطعة، حماس تقول بأنها ترد على الانتهاكات الإسرائيلية في السنوات الماضية والحكومة اليمينية المتطرفة. لذلك أسألك سيد مارك رجب، لماذا يشدد نتنياهو على أن تكون الأطراف الأكثر تشددا وتطرفا جزء من حكومته؟ وطبعا نتحدث عن بتزلال سموتريتش وعن بن غفير. يعني هذا الرأي، يعني رأي المعارضة، هذا رأي المعارضة في إسرائيل. كما تعرفين منذ اندلاع هذه الأزمة، فإن حكومة إسرائيل كانت تتوسع لتشمل جميع الأطراف من أطراف الوسط واليمين واليسار. وعلينا أن نوضح حقيقة حماس، إن حماس لا تهتم إذا كان اليسار أو اليمين أو المتطرفين أو المتدين. حماس تقتل الجميع، لا تفرق بين أحد من الإسرائيليين. وأريد أن أذكر من الجميع بحقيقة دامغة، عندما بدأت عملية السلام وتتقدم بعد أوسلو، كان هناك كثير من التفاؤل حول المستقبل. ثم أتت حماس في 1984 و85، قامت بارتكاب أعمال عنف، وقامت بهجمات انتحارية في المدارس. وما قيل لنا عليكم أن تفهموا أن حماس تسعى جاهدة لتدمير فرص السلام، لأنهم أعداء السلام. واليوم عندما قامت حماس بهذه المجرد، ولكن الغريب يا سيد مارك، بأن حكومات نتنياهو المتعاقبة، اسمح لي، دعيني أنهي كلمتي من فضلك ثانية واحدة. تفضل. اليوم عندما قامت حماس بمهاجمات حماس وقالوا ليس هناك سلام، لماذا أين الحقيقة؟ ربما إسرائيل تقتل حماس لأنهم منظمة إرهابية مثلها مثل تنظيم الدولة وداعش، وبالتالي ليس لديهم أي اتجاه للسلام. هم يريدون سفك الدماء وتدمير إسرائيل وتدمير الفلسطينيين. هم أعداؤنا جميعا، كل من يسعى للسلام هم أعداؤهم. بما أنك تتحدث عن حماس، هناك انتقادات لنتنياهو بأنه أجرى مع حماس عبر وسطاء عدة اتفاقات أمنية. في الداخل الإسرائيلي يلومون نتنياهو بأنه هو من قوى حماس في قطاع غزة وأضعف عباس والسلطة الفلسطينية حتى لا يكون هناك شريك للسلام، من أجل طبعا المزيد من الاستيطان والمزيد من قضم الأراضي. يا سيد رجب، لماذا تتناسون هذه الحقائق؟ في نهاية المطاف هناك احتلال للأراضي الفلسطينية سيد رجب، وبدون حل الدولتين سيبقى الصراع مشتعلا إلى الأبد.
سأجيب بنقطتين. النقطة الأولى أن السلطة الفلسطينية قد تم إضعافها من نفسها. ثانيا، أنت تعرفين والجميع وأنا أعرف أن حماس ضد أي سلام، ضد أي حل. أن حماس قالت في ميثاقها أن إسرائيل في أي حدود وفي أي لا يوجد أي حلول دبلوماسية معها ويجب تدميرها. في ميثاقها قالت أن أي من يتفاوض مع حماس هو خائن للعالم العربي والعالم الإسلامي. حماس قالت أنها بحاجة إلى ميثاق فقط. العنف هو المسار الوحيد مع الإسرائيليين. إن تمكننا من هزيمة حماس وأعتقد أننا سنتمكن من ذلك، فقد سوف نقوم بالقضاء عليهم وعلى البنية العسكرية، وسنقضي عليهم سياسيا أيضا، وفي بعد ذلك سنتمكن من إنشاء السلام وتحقيق السلام، لأن حماس هي عدو لكل من يسعى لتحقيق السلام في الشرق الأوسط. ولكن لا أحد يصدق سيد ريجيف هذا الكلام، لأن فرص السلام كانت متاحة، لكن نتنياهو أدار ظهره لها وأدار الحكومة بشكل يميني 100%. ما مدى صعوبة احتفاظ نتنياهو بمنصبه في ظل الانتقادات الداخلية فيما يتعلق بالفشل الاستخباراتي والسياسي في مواجهة ما جرى يوم السابع؟ بالطبع سيكون لدينا وقتا للتعامل مع مثل هذه القضايا الداخلية في إسرائيل، ولكن حاليا نركز على كسب الحرب والفوز في هذه المعركة. وعندما تنتهي هذه الحرب لن نسمح لحماس بمواصلة هذه الهجمات الإرهابية على إسرائيل. لن نقبل بذلك، وما أن تضع الحرب أوزارها ستكون هناك مساءلة، وسنحاول أن نحدد من المسؤول. لماذا فاجأتنا حماس؟ لماذا لم نتمكن من توقع هذا الهجوم؟ لماذا سمحنا لهم بمثل هذه الهجمات؟ ستكون هناك كثير من الأسئلة، ولكن الآن علينا أن نحارب وندمر حماس. وأعتقد أنه إن نظرنا إلى الأسباب التي من أجلها شنت حماس هذا الهجوم في 7 أكتوبر، الأسباب هي أنهم يريدون قتلنا، ولكن الأسباب السياسية الكامنة وراء ذلك هو أن حماس تريد أن تقتل أي فرصة للسلام بين مصر بين إسرائيل والسعودية. والآن هناك سلام بين كثير من الدول العربية وإسرائيل وتصفيات التطبيع، ولكن هذا الأمر جيد للفلسطينيين، ولكن ليس جيدا لحماس. مع الفلسطينيين سيد ريجيف، لماذا لم تخططوا لسلام مع الفلسطينيين؟ هذا رأي الفلسطينيين أيضا. لماذا لا تخطط إسرائيل لعقد سلام مع الفلسطينيين قبل التوجه إلى المملكة العربية السعودية؟ هم يريدون فقط سفك الدماء وقتل، ولكن لن يقدمون شيئا للفلسطينيين. ما هي خطة الحكومة الإسرائيلية سيد مارك ريجيف بعد الاجتياح البري والقضاء على حماس كما تقولون؟ هل لديكم خطة واضحة فيما سيجري بعدها؟ عندما نتمكن من تدمير حماس، أولا سيكون الشعب الإسرائيلي أكثر أماما، وسيكون شعب غزة لديهم أمل للسلام. لقد نظرنا في جميع الاحتمالات فيما بعد الحرب، ولدينا تفكير مستقبلي، وهذا ما تقوم به الحكومة حاليا. هناك قد وضعنا عدة سيناريوهات، ولكن ليس لدي الحرية للكشف عن هذا الأمر حاليا. طيب سيد ريجيف، هناك تهديدات إيرانية، آخرها ما قاله خامنئي وهو أن إيران لابد أن ترد. ما مدى استعداد إسرائيل لمواجهة عدة جبهات مفتوحة، وهو السيناريو الذي لم تشهده إسرائيل منذ 75 عاما؟ دعني أوضح لك، لقد قمنا بحرب ذات جبهتين في عام 1973. تمت هجوم علينا من الشمال ومن الجنوب في عام 1967. كان هناك تحالف من العرب ضد إسرائيل. إن إسرائيل قد مرت بهذه التجارب من قبل. هذا الأمر ليس صحيح تاريخيا. نحن نريد أن نفتح عدة جبهات بالطبع، ونحن نسعى لذلك، ولكن إن اضطررنا إلى ذلك. هزمتم عام 73. نعم.
ليس من قبل الرواية الإسرائيلية. لقد تمكنا من على الجبهة الغربية من قناة السويس. هذه روايتكم وأنا أحترمها، ولكن من وجهة نظر إسرائيل نحن لم نخسر الحرب في 73. شكرا منتل أبيب كبير مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي مارك ريجيف.